بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بمنه وكرمه. أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله: للإنسان في هذه الحياة مولدان، الأول خروجه من بطن أمه، وفي هذا يتساوى الإنسان والحيوان، والمولد الثاني خروجه من طريق الغفلة والضياع والمعاصي إلى طريق الهداية والرشاد والطاعة. وهذا المولد عليه مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وإن العاقل يا إخواني هو الذي يأخذ العبرة من غيره قبل أن يكون هو عبرة لغيره. وكم تمر علينا من العبر والعظات، لكن القليل الذي ينتبه من غفلته. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فكرت في هداية من يهتدي واستقامة من يستقيم، فعلمت أن الحق سبحانه وتعالى قد اختار ذلك الشخص. من الناس يا إخواني من تكون هدايته بسماع موعظة، يسمع موعظة فيتأثر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ومن الناس من تكون هدايته بحصول مصيبة، يصاب بحادث، بموت قريب، فيرجع ويتوب ويراجع حساباته. ومن الناس من تكون هدايته بتفكر، يفكر في حاله إلى متى وحتى متى وأنا على هذه الغفلة، يفكر في حاله. ونحن يا إخواني في الهيئة تمر علينا أحوال كثيرة، وخاصة من أحوال الشباب. والشاب مهما صد فإن فيه الخير الكثير، مهما قصر ومهما عصى فهو قليل. من هو الرجل يا شباب؟ أخبروني من هو الرجل؟ هل هو الذي لا يذنب ولا يعصي ولا يقع في المحرمات؟ إن الرجل حقيقة يا شباب هو الذي إذا وقع في الذنب أو الخطيئة أو المعصية ماذا يفعل؟ يتوب ويرجع ويستغفر. من الذي ما سأقط ومن له حساب؟ فكلنا مذنبون أبناء مذنبين. يا شباب، الكثير منا يتمنى الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة والهداية، وربما يكون واقعا في أي معصية من المعاصي فيفعل تلك المعصية فيندم ويتوب ويرجع، بعد أيام يحن لتلك المعصية ويسول له الشيطان فيقع فيها مرة أخرى ثم يندم ويتوب ويرجع، ثم بعد أيام يحن لتلك المعصية فيقع فيها مرة أخرى كذلك فيندم. ويأتيه الشيطان يقول: يا فلان، أنت الآن تتوب وترجع ثم تقع مرة أخرى ثم
كن على ما أنت عليه، أنت الآن شاب، إذا كبرت وتوظفت وتزوجت يمكن بترفع كتب وتستقيم. أنت الآن شاب، فرفش وسع صدرك. وأقول يا أخواني هذا خطأ محض. أنا كلما أذنبت أتوب وأرجع إلى الله عز وجل، ثم لو رجعت مرة أخرى للذنب أتوب، وهكذا. ما هو الدليل؟ جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: أذنب عبد من عبادي ذنبا، الله أعلم ما هذا الذنب، فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب مرة ثانية وقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب في المرة الثالثة وندم وقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. أي ما دام أنه كلما أذنب يتوب ويستغفر فإن الله يتوب عليه. يا إخواني، الشيطان يود ألا نتوب ولا نرجع، فالشيطان يغيظه الاستغفار والتوبة، فمهما أذنبنا نرجع إلى ربنا عز وجل، مهما وقع في المحرمات أتوب وأرجع. كلنا نخطئ، كلنا مذنبون، لا أحد يسلم من الذنوب والمعاصي مهما كان، لكن العاقل حقيقة هو الذي دائما يتوب ويستغفر. مثلا إذا فاتتني الصلاة ونمت عنها أو تكاسلت، أتوب وأرجع وأستغفر وألحق تلك المعصية وتلك المخالفة بطاعة، بذكر، بتسبيح، بتهليل، بإحسان. إذا شهدت مشهدا محرما أتوب وأستغفر وأرجع إلى الله عز وجل. ثم لو شاهدته مرة أخرى أتوب وأستغفر. إذا استمعت إلى حرام أتوب وأستغفر. مهما عملت أتوب وأستغفر وأرجع إلى الله عز وجل. يا إخواني، لا نهلك ونحن نتوب ونستغفر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس في عهده ولم تنكسف في عهده إلا الشمس دون القمر مرة واحدة، صلى الصلاة المعروفة، لما علم بكسوف الشمس قام فزعا يجر رداءه يظن الساعة قائمة، يظن الساعة قامت وهو النبي. فصلى الصلاة المعروفة وقال في سجوده، كان يبكي ويقول: يا رب، يا ربي، ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أنك لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ويبكي عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهى من الصلاة خطب الخطبة المعروفة وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قالوا: يا نبي الله، رأيناك تقدمت وأنت تصلي صلاة الكسوف ثم تأخرت. قال: لما تقدمت رأيت الجنة وما فيها من النعيم، وحاولت أن آخذ لكم من ثمرها، ولو أخذت لكم عقودا من ثمرها لأكلتم منه إلى قيام الساعة.
ولما تأخرت رأيت النار ورأيت بعضها يحتم بعضا ورأيت بعضها يحتم بعضا ورأيت فيها المرأة السوداء من بني إسرائيل الطويلة التي حبست الهرة حتى ماتت. يقول رأيتها في النار والهرة تنهشها مع خلفها. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أخو يا شباب يا إخواني، كنا في الماضي على ما سمعنا من الآباء والأجداد أن الكسوف والخسوف يحصل بعد 10 سنوات أقل أكثر، والآن الكسوف والخسوف يحصل في السنة مرة مرتين. ما السبب يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أحد أغير من الله، ماذا يدل؟ يدل على أن الفواحش تسبب الخسوف والكسوف، وما أكثرها في هذا الزمن. نسأل الله السلامة والعافية. يا شباب، الآن على ما أقابل من الشباب في الاستراحات وفي غيرها، قلما تجد يا شيخ أنا أكلم البنت لكن سوالي في الدشر، ويظن أن الأمر سهل وهو عند الله يكلم الفتيات. لو علم بالعقوبة حقيقة الحاضرة والآجلة لما أقدم على هذا الشيء. وكم يمر علينا في الهيئة يا أخواني من مواقف يندالها الجميع. أقل ما يصاب به ذلك الشخص الذي يكلم، أقل ما يصاب به الشك، يبدأ يشك في أخته وخواته، بل ربما إذا تزوج يشك في زوجته، وهذا حاصل. في العام الماضي أو قبل الماضي في السوق الشعبي الطفية في الإجازة، الإخوان قبضوا على أحد الشباب كان يعاكس، فلما أتوا به جلست معه فجأة تكلم معه، قال يا شيخ صدقت والله العظيم إن أختي تكلم زميلته وإني أقرب أسمع الصوت، هو صوت بنت ولا صوت شاب؟ يقول عجزت أرتاح مع أن تكلم وهي عندي، لكن عجزت أرتاح. يقول صف بالشك، فكيف إذا كانت هذه زوجته؟ وشاب آخر في إحدى المخيمات ألقينا عندهم كلمة، فلما انتهى المجلس لحق زميلي وقال له يا شيخ أنا الآن جاي عند إخوياي لكني عجزت أرتاح أشك بزوجتي. قال له الأخ أنت لك علاقات قبل الزواج؟ قال نعم. قال هذه العقوبة. والله يا إخوان يقسم لي أحد رؤساء أحد المرافض في المدينة، يقول في ليلة من ليالي رمضان قبل سنوات قبضوا الإخوة الأعضاء على شاب وفتاة في خلوة محرمة، جابوهم للمركز، بعد ساعة ونص كان دورية الهيئة أيضا خارج في الميدان، فقبضوا على شاب وفتاة وجابوهم للمركز، فصار هذا أخته هذه وهذا أخته هذه. والله العظيم في ليلة واحدة بدون اتفاق. الله يبين أن هذا الشيء دين. والشاب يا إخواني في العام الماضي في شهر 6 قبضوا عليه الإخوة في أسواق النخيل،
كأن أتى للمعاكسة. الشاهد يا شباب أن هذا الشاب كان في جواله، في الحقيقة هو أقفل الجوال. وقد يقول البعض الهيئة ما لها حق أن تفتش الجوالات، أنا أقول معكم، لكن إذا كان الأمر، إذا كانت القضية لها تعلق بالجوال فلا بد أن يفتش. ما جاز قبضه جاز تفتيشه، لكن لو قبض على الشخص في قضية ليس لها علاقة بالمعاكسات ما يفتش الجوال، ما له علاقة. لكن إذا كان معاكسات لا بد، أو تنظيم لا بد أن يفتش كل ما له علاقة بالقضية. الشاهد يا إخوان، وهذا معلومية انخلوها يا شباب، الآن قضايا الهيئة 95% من القضايا تنهى بالستر، الذي يحال 5% أو أقل. ومن هو الذي يحال؟ قد يكون هذه القضية وهذا الشخص قد تكرر منه هذا الشيء، أو قد يكون معاندا، لكن أغلب القضايا 95% كلها تنهى بالستر. الشاهد يا شباب، هذا الشاب قال في أشياء خاصة في جواله، قلت له مهما كان في جوالك الموضوع سوف أنهي بيني وبينك. باختصار كان في جواله صور كان يصور برا في إحدى الدول العربية مع الفتيات، صور يعني غير لائقة. هذا الشاب وعدته بالمراجعة، أتى فأخبرني بوضعه وله علاقات مع بعض الفتيات هنا. فقلت له يا فلان أنت الآن مرتاح؟ قال لا. قلت له أنت الآن تكلم البنت وتكلم ممكن نص ساعة، ساعة أكثر أقل، ألست إذا أنهيت المكالمة تشعر بضيق؟ قال لا. بلى. فقلت له أنت الآن ذهبت إلى خارج المملكة ووقعت في المحرمات والفواحش، كيف تصور ما حصل منك؟ أنت الآن تخبر أصحابك أنك وقعت في الحرام، هل هذا فخر؟ أنت لا يعفى عنك. في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملا بالليل فإذا أصبح قال يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيكشف ستر الله عليه فهذا لا يعفى عنه. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري. قال ابن حجر، قال ابن بطال هذا لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن هذا الفعل يعني المجاهرة استخفاف بحق الله وحق رسوله وصالح المؤمنين، وهو نوع من العناد، فلذلك لا يغفر. الآن كم من الشباب إذا جلس مع زملائه يقول يا فلان البارح كلمت فلان وكلمته وطلعت أنا وياه، يخبر ما فعل، الله ستر عليك، يتبجح. والله يا إخوان، في أحد في أم رقيبة قبل سنوات كنت أتكلم مع مجموعة من الشباب تقريبا عددهم يصل إلى العشرة، فقال شاب منهم يا شيخ اللي واقع في يعني على الكلمة العامية يقول اللي مخمز له توبة، قلت مهما عمل إذا تاب الله يتوب عليه. قال يا شيخ اللي قلت مهما عمل ما في ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك يغفره الله لمن تاب منه. قال قلت إذا كان عندك شيء إذا انتهى المجلس بينه وبينك، أنا ما ودي يذكر ما فعل. قال يا شيخ عادي أنا زنيت البنت، يعني كأن الأمر سهل، كأنه يقول أنا شرط شاهد. فسبحان الله، يعني بعض الناس يعني يستهين بالحرمات. أنت الآن المعصية إذا فعلتها بينك وبين ربك بإذن الله توفق للتوبة، لكن إذا جهرت بالمعصية وتبجحت بها وأخبرت بها الناس فأنت على خطر عظيم.
أقول يا إخواني هذا الشاب، قلت له يا فلان أما تخشى من العقوبة؟ أنت الآن تربط علاقة مع إحدى الفتيات، أنت الآن أفسدت البنت على أهلها وجرأتها على الوقوع في المحرمات. قلت شف إذا لم تتوب سوف تعاقب، أنت الآن قد تقول إني توبت أطلع من عندي بتعهد، لكن الله عز وجل هو العليم الحكيم. قال يا شيخ أنا الآن خاطب. قلت له وش رأيك الآن هذا جوالك وهذا الصور، أنا أروح أوريه النسي اللي كانت حاطة في الوهم وشفت الصور، وش رأيك؟ قال يا شيخ كل شيء ينتهي. قلت له أنت لا تخاف من الهيئة ولا من فلان ولا راقب الله عز وجل، ترى معصية هذه ما تتعلق بك أنت، هذه تتعلق بعرض المسلمين. الشاهد يا إخواني نصحته وتعاهدته طلب منه، أنا قلت له إذا لم تتم سوف تعاقب، ذهب من عنده. هذا قبل عام الماضي بشهر ستة، السنة الماضية هذا بشهر ستة بعد مرور سنة كاملة اتصل علي هذا الشاب، قال يا شيخ ما عرفته. قلت من؟ قال فلان. قلت الله يحييك. قال يا شيخ أنا بك موضوع. قلت الله يحييك انتظر. جاء الشاب يعني على وجهي علامة الهم والضيق، جلس قال يا شيخ ليتي أخذ نصيحتك، ليتي أخذ نصيحتك. قلت أنت تزوجت؟ قال لي تزوجت لكن الله عاقبني. قلت كيف؟ قال يا شيخ تزوجت ثلاثة شهور وطلقت زوجتي. قلت كيف؟ قال اكتشفت أن لها علاقة مع أحد الشباب قبل الزواج وخلت معه أكثر من 10 مرات. يقول حتى يا شيخ أني طلقتها وأنا يعني دافع يعني مكلف على الزواج 100,000، طلقتها بمسروح. فكما تدين وتدان، أنت الآن تظن أنك خلاص ربط علاقة وانتهي. شاب والله يا أخوان من الشباب، إحنا فتيات قبض عليها مع أحد الشباب واللي هي المرء بالستر، لكن الأب البنت عمرها تقريبا 16 17، الشاهد أتى الأب يتكلم على أحد الأخوة مع أن الموضوع هي بالستر لكنه تكلم وتلفظ. فقال لي أحد الأخوة أحد الإخوان بيني وبينه، قال هذا الأب قبل 20 سنة قبضنا عليه ما إحدى النساء، انتقل الأمر على زواجه للبنت. هذا واقع، مو هذا النسج من الخيال، والله إنه واقع. وغير كثير من القصص، شاب من الشباب أتى إلى سباق النخيل يقول هذا سبب توبتي ويتكلم. كان معه أخته ودخل إحدى المحلات، يقول أنا شفت لي فتاة ورحت أرجمة، يقول وأنا أرجم الفتاة وجدت البائع بالمحل يكلم أختي ويرجمها في مكان واحد. أنت تحسب تتابع معاملات الناس خلاص أختك، وقد تكون أختك إن شاء الله عفيفة لكن الله يعاقبك بالشك، تبي تشك تعذب. قبل فترة يا إخوان أنا عند أحد الشباب في أحد الصراحات، قال لي أحد الشباب قال لي محمد لي زمن من الزملاء تو متزوج، وكان يقول جالس عندي وكان يدق بالجوال عدة مرات، أخيرا فز وطلع بعد نص ساعة رجع. قلت له فلان وش عندك؟ طلع رحت بسرعة وجيت ألم حالي. قال ما في شيء. قلت والله تعلم. قال ها أنا كنت أتصل على البيت والتلفون مشغول وإني شكيت بزوجتي، فيوم رحت البيت ولا أتكلم ما تقول أختها أو أمها، لكن ليش؟ لأنه علاقات الله عاقبه بالشك. فيا شباب الإنسان يحلم يحلم ما تستفيد،
هل نكبت علاقة وتكلمت عنه ثم ماذا؟ شاب يا أخواني أسبوع الماضي والله يا أخواني جعلوا بلاغ وفي جواله رسائل لو علاقة مع خمسة آيات لكن الرسائل فضلاً كلمني يعني تدق على البنت تقول أنت كلمني ويشحن كلم والله يا شيخ إني أشتغل أستلم 2000 والله لي تقريباً 8 شهور ما استفدت من راتبي ولا شيء يا أخوان اللي يقع في هذه الأمور في العلاقات المحرمة والله ما يفلح إلا أن يشاء الله يعيش في هم وغم فكر أنت الآن يعني أن تركض وراء السراب أنت تستفيد شيئا فكر في حياتك وهي مستقبلك فمهما الإنسان يا أخواني وقع في المحرمات أقول يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مهما عملت جرب طريق الهداية لن تخسر شيئا جرب جاءني أحد الشباب يا أخواني في المسجد صلى معي وقال يا شيخ أنا ضايع صدري وأنا كذا وأنا كذا وأنا أنا ودي أنتهي قلت له يدخل لا تدخل شيء أنا بعطيك وصفة اعمل بها لمدة أسبوع تعال تعلم كم وش شيخ الوصفة كتابي لمدة أسبوع إذا أدى مذن توض وروح المسجد وأدي تحية المسجد أو السنة الراتبة أخذ المصحف اقرأ صل مع الجماعة بعد الصلاة أتي بالأذكار والسنة الراتبة وطلع المسجد بس أسوي لها بس بعد 5 أيام يا إخواني جاءنا قال يا شيخ والله إني أحسست براحة ما مرت علي في حياتي ترى يا إخواني السعادة من شاب من الشباب والله يا شيخ هذا هو الاستقامة لكن يقول كنت حاجز نبريته احدى المناطق حجز بالطريقة وسافر قبل يسافر متصل على واحدة يقول ترى الليلة جاي ثم يذهب إليها يقول والله يا شيخ أجيب الشدة إن المتع واللذة تجي 3 دقائق ثم هم وحسر يقول والله العظيم إني حاولت أن تحب عدة مرات ما في سعادة أنا أقول شف اللي ببالك سووه كل اللي ببالك من محمد سووه والله ما تستأنس هم على هم وغم على غم يعني شاب من الشباب جاءنا في المركز كان أنا جبتكم لأمرين الأمر الأول لن أذكره ما له علاقة بالموضوع لكن الأمر الثاني يقول أنا قبل أسبوع يقول قبل أسبوع الساعة 2 بالليل كنت في سطح العمارة كنت أكلم إحدى الفتيات يقول أنا متضايق يقول خطرت إني إذا انهيت المكالمة دي أبنتها أبطل من على الخزانة يقول ضايق صدري كما يصلي يقول وكنت أسافر للخلا والفجور وذكر أشياء كثيرة وعلاقات مع الفتيات يقول أنا كلم قلت خلاص طريق أبنتها أنا ما أكلم يقول يا شباب لما أنهيت المكالمة تذكرت قبل سنة ونصف كنت رايح مع بعض الشباب الرياض كنا بثمامة ودوران وتفعيل وكذا يقول تذكرت إني مرت من عند أحد المخيمات وكان الشيخ يلقي محاضرة وكان يتكلم عن الصلاة وأنها تريح القلب وأن كذا كذا قلت ليش ما أجلت يقول توضيت واغتسلت وصليت يقول سبحان الله العظيم أحسست براحة أذان الفجر صليت وأنا الآن جيتكم تائب وندمان رافع الله عز وجل وبكم تعالجون وضع الفتيات اللي علاقة بهم فيا أخواني الإنسان يراجع صلاته أنت أتيت إلى هذه الحياة وريانة والله لن ينفعك أحد أمك وأبوك يبكون عليك 3 إذا مت والله شاب من الشباب أخويا وصلوا عليه الظهر قبل 5 سنين
فيوم الجعل أخذوا العزبة وطلعوا للباب. فكر ما الذي ينفعك إذا وضعت في هذه الحفرة المظلمة؟ ما الذي ينفعك؟ فكر. قدم أعمال صالحة تنفعك، جالس أهل الخير، احرص على مجالس الخير، أكثر من النوافل، ذل بالوالدين، أحسن إلى الناس. والله يا إخواني يعني ترى الحياة لها طعم ومتعة، ولا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. الاستقامة ليس بتعقيد، اكشت وسافر وتمشي وصيد، كش يسوي؟ بس فيه أمور محرمة اتركها لله عز وجل. ما في أحد يقول أنا والله ما أعرف شو الحرام وشو الحلال، كلنا يدري هذا الحرام والحلال، ما أحد يجهل هذا الشيء. فأقول يا شباب، أذكر لهم قصة أحد الشباب، أنا يعني هذه فيها عظة وعبرة. زميلي من الزملاء يدرس في إحدى الثانويات، يقول قابلنا أحد الشباب قال يا شيخ حصل لي موقف قبل 8 سنوات كلما ذكرته بكيت. يقول كنت في ذلك الوقت يعني ضيع الصلاة مضيعة، كنت أنا وزميلي خلفهم على الباب ودوران، يقول يعني وتفحيط، يقول حتى انه بس لقى لي اتصل علي على طول اترك اي امر امي وابوي خلاص. حتى واحد من الشباب يقول لي يقول والله العظيم ان الوقت هذا المغرب انخرفهم، يقول والله يقول كم غير المغرب، يقول حتى لو تقول لي لو قال لي ان امك الان مريضه ودها للاسعاف ما رحت، حد يقول اني معطيها الصراف لها الان عمره شهر. يعني ايه هذا حد يا اخواني؟ والاخر يذكر لي يا شباب في احد الاستراحات، كان يعمل في احد مستشفيات الاسعاف، يقول في احدى المرات جو شباب على جيبهم ثلاثه معهم شاب بالوسط معضل ونزلوه كانه مغمى عليه في حاله استرياء ونزلوه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا سألت قلت وش هو هذا اللي معكم؟ وش فيه؟ قال انه كان يحب له واحد، هل اللي يحب ذا شافه يكلم واحدة ثانية عجز يتحمل وجوز الحالة دي. يعني يغارها الغيرة أشد من غيرته على أخته. شو الله إلى هذا الحال؟ يعني حتى أحد الشباب يتكلم يعني قصص عجيبة، حتى انه يعني جاء قالوا له فلان خلفه، قالوا تقع على بيت اهله، قالوا انه نين، قالوا واحد ثاني شاب قال ترى فلان راح مع ذا عجز يصدق، ويجي ثاني قالوا انه نين، والله يا اخوان انه جاي ودخل البيت بتاكد انه بالغرفه نين ولا لا. يا حتى يعني عجيب التعلق ذا. فيا شباب الانسان يفكر، لكن هذا له علاج مهما كان له علاج. والآخر يقف عند السيارة، سيارة في عشيقه، ويقبل إيد الباب لأن فلان ينزل الله يفتح الباب، والله إنه قال خوي أوقف وينزل ويقبل إيد الباب ويقف إلى هذا الحاجة. يعني أمور إخواني يندالها الجميع إلى وين وصلنا؟ سمع يفكر في حاله. أقول يا إخواني، يقول كنت أنا أدور أنا والوجل معي دوران، يقول ما إن شاء الله كنت ضربت السيارة الشاهد، يقول جو الناس يسعفونها على الدائرة، يقول أنا أصبت بكسور لكن الضربة قوية على خلفهم، يقول أنا جيت روحي بس أنا ولا يجي شيء، يقول جو الناس يسعفون وإذا هو في سكرات الموت. يقول هو جعل يتمتم بكلمات، هم يذكرونه بالشهادة وهو يتمتم بكلمات، يقول أنا أعرف وش يقول لكن هم الناس من يدرون وش يقول. يقول كان يردد كلمات الأغاني التي نسمعها قبل قليل كسرات،
يرددها فمات عليها. في الحديث الصحيح كل يبعث على ما مات عليه. شف يا أيها الشاب اللي عشت عليه بالدنيا غالبا تموت عليها. مش عشت عليه؟ عشت على الصلاة، قراءة القرآن والذكر والخير والعبادة وجلس الخير، بإذن الله تموت على خاتمة حسنة. عشت على أمور سيئة، منكرات، ترك الصلوات، أمور سيئة غالبا تموت عليها إلا إن شاء الله. يا أخواني، إذا كان الشيطان الآن ونحن في صحة وعافية قد تمكن منا، فكيف إذا كنت عند الموت في السكرات والقوة منهكة؟ لا شك أن الشيطان عليك في ذلك الوقت أقوى. فأقول يا شباب، كلنا ذو خطأ، لكن كل منا من هذه اللحظة يتوب إلى الله توبة صادقة، توبة صادقة. اليوم يا أخواني الساعة 9 صباحا، اتصل علي أحد الأخوة، قال في شاب اتصل علينا يقول أنا بنتحر، أنا بنتحر. خليك الشيخ يقول تجي عشان نشوفه. جيت، الشاب كان شعره طويل، ليس من هذا البلد، نبغي من حدا أمارات، وكان يعني لابس منطار ضيق كذا. شاهد هذا كله لا يعنيه، لكن فلما جلست معه وإذا هو منحش يبكي، حتى قلت قل لا إله إلا الله، قال ما أقدر قل لا إله إلا الله، ما أستطيع. فجعت أخا عليه، قلت تكفى اسكت، تكفى طلبة اسكت لا تكفى. فجعت أتكلم، قصة طويلة، لكن قلت أنت تصلي؟ قال لي 3 سنوات ما صليت. والله 3 سنوات ما صليت. سبحان الله، ما يستبعد انه يعيش في هذه الحالة. يقول بنتحر، يقول الموت وين؟ هذا هو الموت. انا فجعت اهدي واتكلم واتكلم حتى هذا. فقلت له شوف، قلت له قم الان توضا وصلى ركعتين عندي، انا كنت جالس انا في المكتب. قال ما اقدر. قلت حاول. فعاد سالته قلت يعني عليك جنابه؟ قال لي. قلت شوف منك الان من هذه اللحظه تتوب الى الله توبه صادقه، صادقه. الامر الثاني تدعو الله بصدق ان الله يتوب عليك. وصل ركعتين رحت البيت، اغتسل وصل ركعتين وسال الله عز وجل. فالشاهد يا اخوان وصلت الى البيت، كلمته وانا قادم اليكم، فقلت له شو اخبارك؟ قال الحمد لله الان احس اني صليت، لكني قلت صعب اذا اصلي صعبه، لكن اذا صليت تحت. قلت له هذا استمر. فيعني ما لكن يا اخواني في بشرى دائما ابشر الشباب فيها. كلام الله عز وجل، كلام الله حق لا منية فيه، وهو علاج للأمراض الحسية والمعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قيل أنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، لو رمي بحجر من شفير جهنم لبقي هذا الحجر 50 عاما لم يصل إلى قعر هذا الوادي. أعد لمن يا إخوان؟ أعد للذي يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف الذي لا يصلي؟ يقول أحد المفسرين أضاعوا الصلاة لم يتركوها بالكلية، إنما أخروها عن وقتها، كيف الذي لا يصلي؟ ثم انظروا ماذا قال عز وجل فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. انظروا يا أخوان إلى رحمة الله عز وجل، يعني الذين تابوا من ترك الصلاة وبدأوا يصلون فإن الله عز وجل يتوب عليهم ويدخلهم الجنة.
ولا يظلمون شيئا، يعني السيئات التي عملوها تبدل حسنات في صحيفة أعمالهم. فضل الله عظيم يا إخوان، فضل الله عظيم جد عظيم. إلى متى يا إخوان نحن في غفلة؟ لا نسوف بعدنا توب السنة الجاية إذا تخرجت، إذا لا، من الآن توب يا الله عز وجل توبة صادقة. فأنت تموت وأنت تائب ولا تموت وأنت مقيم على الذنب. يقول الشاعر العربي: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. الآن يا إخوان الواحد منا إذا غير مكان نومه غالبا ما ينام بصراحة، لأنه أخذ على مكان ينام دائما، فما يجيه النوم على طول. يقول كيف أول ليلة في القبر، كيف أضحي الليلة التي قبلها مع أخوياكم وتلعب وروحات وجيات ودوران، والليلة التي بعدها تحت أطباق الثرى. فكر في حالك، كل مثلا يفكر يراجع حساباته، تمضى على الأعوام والشهور والسنون ونحن في غفلة. نتوب ونستغفر ونصلح. أنا إذا استقمت هذا لله من شكر هذه النعمة، نعمة الهداية والاستقامة، إني أنشر هذا الخير. ولو أنا مقصر، لو أنا حليق، لو أنا أدخن، ما يمنع إني أنشر الخير، ما يمنع إني أحرم مجالس الخير. مهما عملت وعندي أمور سيئة أحرم مجالس الخير، لعل الرحمة أن تعمني معهم، هم القوم يشقى بهم جليسهم. أنتم الآن يا أخواني في مجلس تحسدون عليه، شاب من الشباب جاء لأحد الاستراحات، وكان فيه أحد الشباب، أحد الأخوة يلقي كلمة موعظة للحاضرين في الاستراحة. جاء هذا الشاب، لماذا جاء؟ ما جاء يريد الموعظة، إنما أتى لأخذ مفتاح السيارة من زميله. يوم دخل الاستراحة استحى أن يقول يا فلان أعطى المفتاح، قال بجلس حتى ينتهي الشيخ من الكلمة. جلس، أنا الشيخ الكلمة، قال زميله لو سمحت مفتاح السيارة، أخذ المفتاح وطلع. هذا الشاب حصل عليه حادث توفي، رآه زميله في المنام وإذا هو في روضة خضراء، رآه مسرورا. قال يا فلان أخبرني عن حالك، إيش صار لك؟ قال إن الله غفر لي بذلك المجلس. انظر يا إخوان هذه واقعة. يا إخوان احنا نحرص إذا كان لي زميل أجيبه معي مهما كان. يا إخوان يتكلم الشيطان يقول أنت سمع على السرية، وأنت عندك كذا، وأنت تشاهد مقاطع إباحية، أنت شو تحضر مجلس الخير؟ لا أحضر مهما عمل، لو أنا أؤخر الصلاة أحضر مجلس الخير، لعلي أسمع موعظة، لعل الله يرحمني. مهما عملت أحضر مجالس الخير. نحن الآن أخوة في هذا المجلس نحصل على أربع كرامات: تحفنا الملائكة، وتغشانا الرحمة، وتنزل عنا السكينة، ويذكر الله عز وجل في من عنده، ويقال في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدل السيئات بالحسنات. أخوة تأتي المجلس تخرج من تبدل السيئات بالحسنات، من هو بها؟ والله إنها غنيمة الدهر. يا سيدي شيخ والله يا إخوان أن عنده مشاركة أو سؤال أو ملاحظة مستعدين يا إخوان، واللي بيهوش إنه ياخذ راحته. أنا عن العشق والغرام يا إخوان، العشق يا إخوان والغرام أشد من المخدرات. أشد من المخدرات. ليش؟ المخدرات يا إخوان تضرب بالعقل وتضرب باليدين وتضرب بالدم وتضرب، لكن الحب والغرام يقع في المحك الرئيسي لنظر الله جل في علاه في القلب. دائما تجد أهل العشق والغرام أهل البنات هم أكثر شيء يدحرون. لكن يا إخوان الآن لو لاحظنا يا إخوان أول شرك وقع بالأرض شرك المحبة، ترى غلب الصالحين. وشوف إحنا كثير من الشباب يغلب الشاب، يصير ساجد قلبه. تذكرون مرة أن يا إخوان رأينا شاب يا إخوان يسجد لشاب، تغززت النفوس، ضاق الصدر، لأنك ليش عندك إيمان يردعك لما تشوف واحد من بلاد التوحيد يسجد لشاب
بشر يحمل في بطنه قذرات، ويحمل في خشمه قذرات، ويحمل في 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 رأسه من الأفكار السيئة والذنوب. بشر ليس له حول ولا قوة. ثم يأتي من يحمل لا إله إلا الله، من من الله عز وجل عليه من هذه البلاد الطيبة المباركة، حينما تتبع خطوات الشيطان ثم يقوم ويسجد لهذا الشاب. أنا أعطيك كلام أبصم عليه، بل عشر إني الآن أقف مع شباب والله إن القلوب قد سجدت لزملائها. إي والله، شاب يا إخوان كلمني يا إخوان، بما أن الشيخ تطرق لهذا الموضوع، قال لي وهو يبكي، كان أنا تعرف علي شاب، وكنت أنا شاب حقيقة يا شيخ، أنا وسيم، لكني كنت يعني سيء شوي أمارس الجنس مع الشباب. لكن يا شيخ هذا الشاب تعرف علي بحد الأسواق واشترى لي جوال، وأعجب بشكلي وأخذ يهاتفن بالجوال ويحاول أن يكلمني يعطينا الكلام الغرام، حتى أنه أرسل لي مبلغ وقدره بالألاف، وأنا يا شيخ برجع المبلغ له. قلت ليش؟ اسحب عليه خلاص. قال لا مو بهذا القصد يا شيخ، وأرسل لي رسالة قال لي، قال اسمع يا فلان والله لو أمارس معك الجنس إنه أحلى لي من الجنة. تدري إيش معنى أمارس معك الجنس؟ لواط قلبت قرية كاملة من أجل هذا العمل الشنيع الذي الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رحم الأبناء، رحم الرجال بالأصلاب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي رحم الطائر ورحم الحيوان ورحم الإنسان، وتبيع عقبه من أجلنا وشق جبينه، كسرت رباعية قيل عن ما قيل، وهو يقول أمتي أمتي، مع ذلك يقول أقتل الفاعل المفعول، لأن الأمر خطير. إذا ركب الرجل الرجل انقبضت الأرض والسماء من تحتهم، وقالت يا رب يا رب ائذن لنا أن ننطبق عليهم، ويقول الله لا، وسعهم حلمي ولن يفوتوني. يعني ما هو عذاب أن تطحنهم الأرض، عندي عذاب أشد إذا وضع الخلوطي في قبره، قلب إلى خنزير، نعم إلى خنزير. مع ذلك أسعى كثير من الشباب ولا يدري أن النهايات ستكون لواط ولا عادة سرية، أقل القليل عادة سرية، وأن اللواط واقع، وخاصة في زمننا يا إخوان. استعانوا كثير من الشباب، كثير من الشباب من يعرض نفسه للشباب، كثير من الشباب يا إخوان والله الذي لا إله إلا هو، إنه يا إخوان بالمراحل المتوسطة، أعرف شاب من الشباب أقسم بالله إنه يعمل أعمال لا تعملها المرأة مع زوجها من أجل ضعف الدين والإيمان، والشباب يستقطبون الشباب بالفلوس ولا، لكن والله الذي لا إله إلا هو، والله يشهد علي في هذا المكان، إن الشاب يقول لما وصلت النقاط الحمراء يقول يا شيخ أنا ما أصل، أنا صح ما أصل الجنس، لكن الكلام هذا خطير. يقول اتصلت على الشاب وقلت له وش أعني لك أنا حتى تقول لي؟ تدري بماذا تكلم؟ والله الذي لا إله إلا هو أنه قال أنت ربي، قال له أنت ربي. الشاب عندنا هنا في برايد يا إخوان، الشاب الثاني من الرياض يقول شاب بشر من أجل عمل يغضب الله أنت ربي. فالمشكلة يا إخوان مهم مشكلة عبودي حمودي خلفهم درت وجبته، لا تبي تنتهي على إيش؟ اثنين يا إخوان بالسجن، والله يا إخوان كل الاثنين إخوان قضيتهم قصاص. وش المشكلة؟ المشكلة يا إخوان تعرفوا لهم على اثنين أكبر منهم، فدائما محب لحبيب مضحي، وحنا ترى هذا اللي يحتاجينه مع الله. والله إذا ما تضحي لله أقسم بالله حط على نفسك إكس 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 إكس، لأن الله يريد أن تضحي، يريد أن تقوم الفجر، يريد أن تترك أشغالك وتجي للمجلس الطيب، يريدك الله عز وجل أن تترك لله عز وجل ما في جوالك، يريدك الله عز وجل أن أن تتلو القرآن، يريد الله عز وجل أن تستغفر وتتوب لله عز وجل، يريدك الله عز وجل أن تطيع أمك وتطيع أبوك، كلها تريد تضحي لله عز وجل. الأثنين يا إخوان حبوا الشباب ذولا، طبعا هذا يا إخوان في مدينة قريبة من بريدة، وهذا الثاني يا إخوان في مدينة قريبة من بريدة أو من محافظة بالأصح يا إخوان. لما حبوهم الإنسان، حنا نشوفهم يا إخوان، واحد يدخل العسكرية عشان يطق له جيب ربع عشان يركب له واحد، أمه تشحد بالجمعيات
تاخذ بطانيات، تاخذ ماكولات، تدق علينا ما تجي شيء في بيته، ولده طاق جيب ربه ويروح يعشي ولد فلان يوكل ولد فلان. شفت المذله؟ والله العظيم ان اكبر مذله ابى الله الا ان يتبع صح. مين معقول لانه مخلوق؟ والله يا اخوان اعظم شيء انك تدخل مخلوق محل الله عز وجل. الان الشباب يا اخوان شوف الشيطان شلون يجيبهم. الشيطان لما حبوهم وضحوا من اجلهم خلاص بدا هذا يجيب السياره، واذا يجيب له طلباته، واذا يعطينا الماكولات، واذا يعطينا المشروبات، واذا يؤنسه ويسافر به ويجلسه وياخذ الاستراحه وياخذ له الشقق ويجلس وياه وكلام معسول ويا حبيبي وما ادري كيف ويا حبيبي وانت اغلى واحد عندي بالدنيا وانا يلك صدري اذا شفت ضيق صدرك واطلب واللي تبغاه حاضر. لكن الهدف وش هو؟ الهدف ان فلان يقول انك انت ما انت رجال. قسما بالله وانا اقول لاي واحد اذا كان واحد يشخص بك على باب يمين والله ما احنا قايلين انك راح يوديك الحلقه، لا، لانه الحب اللي غير شرعي يا اخوان وليس لله عز وجل مرده نار وشنار وعذاب بالدنيا قبل الاخره. هذول الشباب يا اخوان لما صار بينهم خلاف، وهذا حال الشيطان لما ايس ان يعبد بجزيره العرب اخذ ان يدخل بالمشاكل بيننا، بين المشاكل بين المطاعم والصالحين، بين الزوجه ورجله، بين الزملاء. فهذه شغله الشيطان انه يا اخوان يحط بيننا مشاكل، يخلق بيننا مشاكل. اذا حصلت مصيبه بسيطه، الان كثرت بالسجون المضاربات وكثر القتل في سجن ابها لما زرتهم 300 اسير كلهم محكومين قصاص، اكثرهم مشاجرات مضاربة. فلما صار خلاف بين هذول الشباب يا اخوان اتى الشيطان. لما الشاب هذا الصغير الامرد الذي يا اخوان اخذ سنوات وهو قد ضحى بوقته وبامه وابيه وبالحلقات وبكل شيء من اجل شاب يشخص به على باب يمين، قال له، قال الشيطان للبابا معقولة الصغير هالبزر ذا تضحي له بكل وقتك وتنسى؟ حتى منهم واحد ترى كان يحبه متزوج، ترى واحد منهم البابا متزوج الآن ينتظرون القصة بس يكبرون عشان يتنفذون. قال أنت ضحيت بأولادك وكل شيء للبزر ذا وترك؟ قالوا شو بنزين؟ قال في علبه. قال وين حالة تقول كذا؟ قال أنا بعض الشباب يحبوا مع حصول الفعل، يعني بعض الناس ترى يحب الشاب يحصل له ما يبغاه من لواط وغيره، لكن بعض الشباب لا، يقول انا راجل اروح مع فلان يشخص لي اسمعين زي ابني شيء يكفي يشخص لك. فلذلك يجي الشيطان قال طيب مو مشكله انت فعلته مره مرتين ثلاث واعطيته اللي ابي، لكن ليش ما تصوره تذله زي ما ذلك؟ والله يا اخوان يروح ويمسك الشاب ذا ويصوره، يرجع الشيطان وين؟ للولد الصغير. قال له معقول هذا يجرجرك يا شيخ؟ معقول يجرجرك بهالصورة؟ قال وش زين؟ قال دقها بقلبه. جاء ذا سهران والله يا اخوان بسلاح ويرمي هذا الرجال ويموت وياكلها هذا ثمان سنوات في السجن ينتظرون القصة حتى يكبرون حتى ينفذون. اما الثاني نفس الطريقة يا اخوان فعل معه الشاب فدخل الشيطان بينهم حتى لما لنا العلاقة كلها بالباطل 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 حتى انتهت على قصاص. هذاك طلع عند اخوانه وهو طالع عند الباب رموه عند اخوانه لانه قال له الشيطان معقول يصورك وكذا 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 وكذا. هذه يا اخوان مصيبة، هذه طامة. اقدم لكم بالقصة يا اخوان في حفر الباطن يا اخوان. احد المدرسين يا اخوان من زملائنا بالدعوة يا اخوان يقول شاب من الشباب حب له شاب يا اخوان في الثانوية، يقول لما حب الشاب هذا تعلق قلبه فيه زاد الشيطان في العشق، زاد الشيطان يا اخوان في الحب الباطل، لان الله عز وجل يقول افمن زين اسمع ما هو زين زين أفما زين له سوء عمل فرآه حسنة. هذا الشاب يا أخوان لما تعلق قلبه بهذا الشاب
جو شباب يا اخوان دخلوا بينهم، ثم اخذ الشباب يقول للشاب هذا يا رجال هذا الخمر ايش تبيه يا رجال؟ قال لا ما عليك والله لا خرفنه والله لا اسوي فيه والله لا. للشباب قالوا له اسحب عليه، قال لا خلاص اتركوه عليه، الشاب هذا جاي من جد يحب الشاب والشاب هذا يسحب عليه. يوم من الايام يا اخوان طلع الشاب يا اخوان من الثانويه الدرس الخامس او الدرس الرابع قمز السور يا اخوان، جاب سكين دخل المدرسة. ما دخل المدرسة يا إخوان، راح لما فصل الشاب هذا، كان هذا الشاب يا إخوان ثاني ثانوي وهذا أولى ثانوي، كان هذا الشاب تعال شوي منك سلم، قال أنا عارف أنك ما تبغاني الحين لكن أبي منك 5 دقائق أو 10 دقائق بس، أنت فاهم كل واحد يروح الطريق، بس خل أعطيك اللي بخاطري وانسى الموضوع خلاص، والله خلاص ان شاء الله تنتهي بس خلينا نتفاهم اخر تفهيم. نزل بول المدرسه تحت يا اخوان من الفصل، دخلوا تحت بيت الدرج يا اخوان، مسكوا على قفله قطع راسه، والله ذبحوا يا اخوان بالمدرسه. جاء العامل حق النظافه شاف الدم يا اخوان نازل من الدرج، دخلوا كثير من الشباب في تحقيقات يا اخوان، لكن لما راجعوا الكشف لقوا الشاب هذا متغيب الدرس الرابع، حققوا معه واعترفوا انتهى الموضوع. لا والله زميلنا يا اخوان الداعية ذا المدرس طبعا نفس المدرسة يقول رحت للسجن، يقول الولد، يقول الولد خطير جدا، الولد نابغ الشعر، الولد يقول يكتب شعر، يقول كنت انا ادري انه يحب الشاب ذا، وكنت دائما اكلمه وكان دائما يجي يقرا عليه قصايد غرام. يقول لما رحت السجن ازوره قال لي اسمع، قال انا صح ذبحته لكن والله يا شيخ اسمع قصايد بعد ذا بعد ذبحته. يقول والله قرا علي قصائد اشد من القصائد اللي كان يكتبها، لان لما تشربت محبه هذا الشاب الامرد في قلب هذا الشاب، شوف الان محكوم عليه بالقصاص وهو قلبه متعلق، جلس سنوات قصة انتهى من الدنيا، خرج وخرج زميله بأسباب ايش؟ بأسباب حب لغير الله. الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صلى الله يجعلنا وياكم المتقين. والقصص يا اخوان من عندي بن المرضي واجد، حدث الحرج حدث الحرج. اما الشباب اللي يقعون يا اخوان على شغلات، الشباب يا اخوان اللي يعانون من عاده سريه، شاب من الشباب مات وهو يعمل عاده سريه ماسك الذكر في دوره مياه، ليش؟ من جابه؟ جبتها انت بجوالك وجبتها انت بعيونك تناظر ولد فلان بنت فلان، انت ذكر خلقك الله بعقل وشهوه، لا تجي تقول لي ابو حنان ولا تقول للشيخ ابو محمد، والله انا هل تشوف شهوات وقنوات، هذاك عارفهم شهوات وقنوات، وش اللي يفكك منهم؟ قال مع الايمان يذهب الادمان، قال مع الايمان يذهب الادمان، امشي مع الصالحين، لا تقعد مع واحد اللي قال لك والله لو تشوف ذاك والله يا موت، والله يا بعد لو تشوف ذاك ولد فلان والله يا هو صح، والله يا هو زيرك، والله يا هو صيفه ويبدي يوصف لك جسمه، والله هو زين كذا، والله يا علي حركات، واحد يعطيك بجوالك مقطع ثم تنتهي على ايش؟ تنتهي على امور وسخه، تنتهي على امور وسخه. بعض الناس تنازل بشرفه عشان 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 يحصل الحاجه دي، هو تنازل بنفسه عشان. شاب يا اخوان قبل 4 ايام جاني عندي دوامي، 2 من الشباب يا اخوان كلهم متعاطين، الشاب اللي راكب يا اخوان في قارب عمره يمكن 25 سنه، وهذا الشاب 30 سنه ذا، وهذا يحبب ذا ويقول لي هذا ترى شايب عمره 75 سنه يدخل عليه احد الشباب جاء لمي يقول والله ما يمسك ذكر، الشايب ذا عمره 75 سنه لما عاش الامور هذه شوف كبر سنه. من الشباب يا اخوان من الان يا اخوان هو يستدر الشباب حتى عقوبات، والله يا اخوان على عقوبات، ظلمات على ظلمات، كلا طغانا على قلوبنا كنكسب. ايش جدك يا اخوان؟ ونشد
نشد أرواحنا، ما في شيء مستحيل. ترى في ناس عايشين وناس والله ما يدري وش الكلام، وفي ناس يا أخوان كانوا الأخوان جنس ثالث وتاموا لله عز وجل، جنس ثالث يقوم الليل. تعرف جنس ثالث يعني هو اللي يروح يتصنع على أمور ذي حتى يجون الشباب. سأل الله يا أخوان يحفظنا وإياكم، يحفظنا وإياكم. سأل الله يا أخوان يسر أموركم ويسر صدوركم. نبقى وإياكم يا أخوان مع الشيخ. نسأل يا أخوان كل شباب من العجائب التعلم، يذكر لي أحد القضاة وشاب الشباب كان معه سيارة وكان يركب عشيقها وخلافه، في يوم باع السيارة سوى فكر مرتبة ركب على خلافه وحط عنده بالغرفة وركب مرتبة ذلك حط بالغرفة، والآخر يوم دخل الدار ملاحظة في قضية راح يسوي مشكلة ذاك عشان يثم مصر، عشان يثم مصر تألق عجيب. نسأل الله السلامة والعافية. أقول يا شباب لعلنا نجيب على الأسئلة. يقول نحن في بلد مسلم، فلماذا نسمع كثرة الانتحارات من الشباب المسلمين؟ هل بعقوبة المنتحر أم أن المعاصي تجر الانتحار؟ يا إخواني القلب هذا والله ثم والله لن يرتاح ولا يطمئن إلا إذا تعلق بالله عز وجل مهما. فالإنسان كلما ابتعد عن الله عز وجل ضاق صدره مشاهد، وكلما اقترب من الله انشرح صدره. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله عن المأسور، يقول المحبوس عندنا منهم اللي خلف القضباء في السجن، يقول المحبوس من حبس قلبه عن الله، هذا المحبوس. والمأسور من هو؟ هل هو اللي في القيد؟ لا. يقول المأسور من أسره هواه، من الناس من تأسره سيجارة، تأسره مغنية، يأسره ولد أمرا، تأسره فتاة، يكون أسيرا لهذا. هذا هو المأسور، ليس الذي في يده الخير. فأقول هذا يحصل بالبعد عن الله عز وجل. هذا يقول اليوم الظهر رأيت أحد الشباب الثانوية قد وضع على شفتيه رجل نسائي، كيف نتعامل مع هذا؟ وقد يعتبر تشبه بالنساء تقطع براطني يعني. لكن يا شباب أعجب من ذلك، رأينا من وضع سلسال وفي يده ثالث متوسط وضع سلسال فيه تنفل مسكوا الأخوان، ما بس تقليد، ما أغلب ما يفعله الشباب من باب التقليد. فلان سوى مثل، والآن يضعون الشعر يوقف الشعر كأنه عرف دين إيه. وهذه يا أخوان شعار عبرة الشياطين، هذا الشعار رجعوا لها من الإنترنت. فيا أخوان على الإنسان يخلد بس التقليد، أفكر مثل سويت أي حثالة أي زبالة من الغرب نفعلها. فهذا الشاب على ما قلت يناصح ويذكر بالله عز وجل ويعتبر تشبه في النساء. وفي الحديث لعن الله مسير من المتشبهين من النساء إلى الرجال والعكس. لا إله إلا الله. هذا يقول أحد الشباب غير ملتزم ويتكلم معهم في الهداية يتوجه قلبه، وألاحظ ذلك على وجهه والراحة في عيني، ولكنه إذا تفرقنا من المجلس يتغير. يا إخوان التأثر في مجالس الخير، المجالس الخير والمواعظ كالسيارة. الآن الصوت إذا ضرب الإنسان بالصوت يشعر بالألم، لكن بعد ساعة ساعتين يخف الألم شيئا فشيئا حتى ينسى.
كذلك الموعد إذا سمعها المسلم يتأثر وينشر ثم يضرب فيها في شيء. أنا أقول يداوم على هذه المجالس، يداوم لا يتأثر. يقول هذا يتصل علي من المغرب يعني كل أسبوع كي يأتي المحاضرة علشان خلفهم اللي اهتدى، يعني جاي من الله علشان يشوفه هناك يكحل برؤيته. فأقول على هذا أنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يحب النظر، ويحاول ما استطاع إلى ذلك السبيل، ويحسن نيته أنه قد أتى لله عز وجل ليس لأجل فلان وعلان.